اهلا بك عزيزنا المشاهد في حلقه من حلقات قناتنا قطاع عصافير الزينه. هنكلمكم النهارده عن فوائد البنجر او الشمندر لطيور الزينه. بدايه البنجر او الشمندر من الخضروات اللي بتزرع في مصر، وده بيفيد عصافير الزينه خاصه الاناث في عده حاجات. اول حاجه بيساعد على تكوين عنقود البيض بسرعه لاحتوائه على فيتامينز A و B و C واحتوائه على الاملاح المعدنيه زي الكالسيوم والحديد والفسفور والمغنيسيوم والنحاس والزنك، وبيحتوي على كربوهيدرات وبروتين. الشمندر مفيد جدا لعصافير الزينة لأنه بيساعد على عملية الهضم وبيعتبر مسهل طبيعي وبيمنع ظهور الأمراض الجلدية عند عصافير الزينة وبيقلل وزن الطيور ويمنع موضوع التلويث، مهم جدا لإضافة الهدوء لطباع عصفور الزينة. بيساعد عصافير الزينة على وضع البيض. الشمندر من الخضروات اللي هي مش غالية وبيساعد معاك في التأكيل خاصة عند وجود صروخ. إن عجبك الفيديو ادعمنا بلايك واعمل اشتراك للقناة عشان تصلك كل فيديوهاتنا. مستعدين للإجابة على الأسئلة والاستفسارات بتاعكم. دعمونا بمشاركة الفيديو عشان يصل لأكبر قدر من المشاهدين. تقبلوا مني كل حب وكل تحية. صبر أمين من قناتكم وقناة عصافير الزينة. إلى اللقاء في فيديو